السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي الأعزاء، طلاب الصف الثاني الابتدائي، أهلا بكم في درس جديد مع بعض يا حبايبي. احنا ترى شايفين ايه قدامنا؟ ما هذا الحيوان؟ وأين يعيش؟ ماذا نعرف عنه؟ طب ماذا تريد أن تعرف؟ تيجي كده نشوف مع بعض يا حبايبي الحيوان ده ايه؟ طبعا أكيد كلنا رحنا حديقة الحيوانات وشفنا حيوان شبيه من ده وعرف ان هو دب. طب يا رب يا ترى دب ده دب ايه؟ يلا كده نشوف. ده الدب القطبي، الدب القطبي. احنا النهاردة هناخد مع بعض يا حبايبي الدب القطبي. هل تعلم ان الدب القطبي يعيش في بيئة جليدية ويتغذى على اللحوم؟ له طبقة دهون تحت جلده لحمايته من البرد، له فرو سميك يعمل على عزل الهواء البارد عن جسمه، له قدمان كبيرتان مغطتان بالفرو لحمايته من الانزلاق، لونه أبيض كالبيئة التي يعيش فيها، وهو ما يساعده على الاختباء، يستطيع التكيف مع بيئته. طب يلا كده نشوف معاني المفردات بتاعتنا اللي ممكن توضح لنا الدرس أكتر. الكلمة ومعناها بيئة يعني مكان، بيئة مكان. سميك غليظ، سميك غليظ. عزل ابعاد، عزل ابعاد. الانزلاق التزحلق، الانزلاق التزحلق. التكيف التلاؤم، التكيف التلاؤم. يستطيع يقدر، يستطيع يقدر. طب يلا نشوف كده كلمة ومضادها. يعيش يموت، يعيش يموت. تحت فوق، تحت فوق. البرد الحر، البرد الحر. إبعاد تقريب، إبعاد تقريب. كبيرتان صغيرتان، كبيرتان صغيرتان. يقدر يعجز. طب يلا كده نشوف المفرد والجمع. اللحم اللحوم، اللحم اللحوم. طبقة طبقات، طبقة طبقات. قدم أقدام، قدم أقدام. كده حبايبي عرفنا المعاني اللي ممكن تقف قدامنا وعرفنا معلومات عن الدب القطبي. طبعا احنا كنا عارفين ان احنا بنشوف حديقة الحيوان، بس احنا كنا بنشوف نوع مختلف، ده نوع تاني منه، ده لونه أبيض. ليه؟ عشان هو بيعيش في بيئة كلها تلج، وده بيساعده على الاختباء. بيعيش في بيئة ايه؟ جليدية. طب هيتغذى يا ترى على ايه؟ اللحوم، زي لو ايه؟ لحوم سمك، لحوم حيوانات. له طبقة دهون تحت جلده، يعني احنا شايفينه تخين. ليه؟ عشان عنده طبقة دهون سميكة تحت جلده بتحميه من البرد، والفرو بتاعه برضه بيساعده ان هو يعزل الهواء البارد عن جسمه، عشان كده ما بيشعرش بالبرد. عنده قدمان كبيرتان قلنا مغطتان بالفرو لحمايته من الانزلاق اللي هو التزحلق، ويستطيع التكيف مع بيئته، يعني يقدر يتلائم مع بيئته. هنشوف النهاردة حاجة جديدة مع بعض دايما كنا بنقرأها بس مش عارفين هي ايه. لما اقول الذي، التي، اللذان، اللتان، اللائي، اللاتي، ايه الحاجات دي كلها يا معلمة؟ الحاجات دي حبايبي اسماء موصولة، اسماء موصولة بتربط بين جملتين، بتربط بين جملتين، جملة اسمية وجملة فعلية. احنا بنربط بينهم بالاسماء الموصولة. زي الأسماء الموصولة؟ الذي والتي، الذي والتي. الذي معنا هنا يا حبيبي إيه؟ بيأتي مع المفرد المذكر، مفرد مذكر يعني واحد بس، مذكر يعني إيه؟ زي الولد.
مثل أحب زميلي الذي يحبني. أحب زميلي الذي يحبني. هنا زميلي، هنا زميلي هو ده اسمه، بس هي جملة فعلية. ده اسم مفرد ولا جمع؟ لا ده مفرد. طب زميلي ده مذكر ولا مؤنث؟ لا ده مذكر. الذي يحبني. أقرأ الكتاب الذي ينفعني. هنا الكتاب معايا مفرد، مفرد. مذكر، مذكر. الذي ينفعني، ينفعني هنا ايه؟ فعل. ساعدت الرجل الذي قابلني في الطريق. ساعدت الرجل الذي قابلني في الطريق. طب التي، التي هنا يا حبايبي بتأتي مع المفردة المؤنثة، المفردة المؤنثة. مثل اشترت أمي الفاكهة التي أحبها. اشترت أمي الفاكهة التي أحبها. هنا عندي أمي والفاكهة، ده ايه؟ مفردة مؤنثة. التي، أنا استخدم ايه؟ التي أحبها. هنأت الطالبة التي حصلت على الجائزة. هنأت الطالبة، الطالبة معنا هنا ايه؟ مفردة وايه؟ مؤنثة. كافأ المدير العاملة التي اجتهدت في عملها. العاملة، هنا العاملة ايه؟ ده اسم ايه؟ مفردة، نوع ايه؟ مؤنثة. التي اجتهدت. طب يلا نحلل يا حبايبي كلمات لمقاطع صوتية. عندي كلمة الدب، الدب. الدب مالها يا حبايبي؟ اسمع كده، الدب. احنا سمعنا كده كام بيت زي السحفاء ما قالت كده؟ الدب ثلاثة. طب حد سمع اللام؟ لا ما سمعناش، اصلها لام شمسية. لام شمسية بتتكسف، يبقى انا هعمل معاها ايه؟ باباها هيحط معاها الحرف اللي بعديها عليه شدة. طيب هو هحط الشدة كلها مع اللام؟ لا، اصل الشدة هتخلي الحرف اتنين، الاول ساكن والتاني متحرك، وعشان اللام الشمسية بتتكسف هنحط معها الحرف اللي عليه سكون عشان يخليها شجاعة وتظهر. اد دب بو، يبقى الالف واللام والدال مع بعض، بعد كده الدال والواو مع بعض ليه الساكن واللي قبله، بعد كده في بقى تانية. ايه ده؟ طب ده انا عندي في الكلمه هي بقى واحده. اقول لك انت لو خدت بالك الباء عليها الشده الشقيه بتخلي الحرف اتنين. نشوف تاني كلمه، القطبيو. القطبيو ولا ال ولا اق؟ ها لا، دي القطبيو. انا ليه نطقت اللام هنا؟ ليه ما سبتها كده؟ عشان هي لام قمرية، لام القمرية مكتوبة ومقرية. القطبيو، القطبيو. كده كان بيتي حبايبي أربعة، كده كان بيت أربعة بالألف واللام مع بعض، قلنا ليه؟ عشان قمرية. قف والطاء قط ساكن واللي قبله بيو. ايه ده؟ هنا في اتنين ياء ليه؟ عشان عليها الشده الشقيه بتخلي الحرف اتنين، الاول ساكن والتاني متحرك. دهونن، دهونن، دهونن. الدال لوحديها، الهاء والواو مع بعض ليه المد والممدود مقطع. فين حرف المد يا حبايبي؟ الواو هنا حرف ايه؟ مد. امال الهاء معاها ليه؟ عشان هي الممدود، عشان عليها الضمه بتاعتها. والنون لوحديها. عزلي، عزلي، عزلي. كده كان بيت اسنان. العين وازاي مع بعض ليه الساكن واللي قبله مقطع، واللام يا حبايبي لوحديها. طب يلا نستخرج من الدرس ما يلي. أداة استفهام، أداة استفهام. أنا ما قلتش أسلوب استفهام، أنا بقول أداة استفهام. يعني إيه؟ زي ما أقول أين، من، لماذا، ماذا، كم، هل. طب أنا عندي في الدرس بتاعي هنا إيه؟
عندي هل، يبقى تدل السمن يا حبيبي اللي انا عندي هنا ايه؟ هل. احسنتم. تاني حاجة عايزة لام شمسية، لام شمسية مكتوبة وبش مقرية. التكيف، التكيف. تالت حاجة فعل، فعل يعني حدث بيحصل. يعيش، يعيش. طب في حاجة تانية؟ في يتغذى. في عندنا حاجات كتيرة، الشاطرين اللي هيطلعوا. رابع حاجة حرف جر، حرف جر. على. احسنتم. صف تاني ضمير غائب، ضمير غائب هو. طب لو عايزة اسم يا حبيبي، مين الشاطر اللي هيطلع معايا؟ الدب. احسنتم. القطبي. احسنتم. طب لو بقى حددت وقلت لك انا عايزه اسم موصول، مش عايزه اسم عادي، انا عايزه اسم موصول، احنا لسه قايلين عليهم ان هم ايه؟ الذي والتي. التي احنا قراناها في لونه ابيض كالبيئه التي، يبقى التي هنا ايه؟ اسم موصول. احسنتم. يلا نشوف التقويم يا حبايبي مع بعض. سؤال كده الحبايب الشاطرين، ما فائدة الفرو السميك للدب القطبي؟ احنا شفنا شكل الدب القطبي دلوقتي، يبقى قلنا ما فائدة الفرو السميك للدب القطبي؟ يعمل الفرو السميك على عزل الهواء البارد عن جسمه. يبقى الدب القطبي عنده فرو سميك ليه؟ عشان يعمل على عزل الهواء البارد عن جسمه. لماذا لونه ابيض؟ لون الدب القطبي ابيض. ليه؟ الدب القطبي لونه ابيض، لونه ابيض كالبيئه التي يعيش فيها، وهو يساعده على الاختباء. طب يلا ضع اسم الموصول المناسب. الطبيبه هي نقط تعالج المرضى. اقول الطبيبه هي التي ولا الذي تعالج المرضى؟ لا، الطبيبة هي التي تعالج المرضى. العصفور هو أو الذي ولا التي يغرد؟ العصفور هو الذي ولا التي يغرد. العصفور هنا معانا مذكر ولا مؤنث؟ العصفور، ها أنا سمعاكم، مذكر مفرد مذكر، يبقى ياخد إيه؟ الذي. ياخد إيه حبايبي؟ الذي. كده حبايبي انتهينا مع بعضينا من درس الدب القطبي وعرفنا معلومات جميلة عنه. ياريت كلنا نشوف معلومات زيادة عن أنواع الدببة ونشوفها مع بعض المرة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.